من قبل فترة جدا طويلة كانت تجمع كل من قمر الطائي ونورمار علاقة صداقة وعمل جدا قوية، كونهم بنفس الفريق وبيشاركوا فيديوهات كثيرة مع بعض، إلا أنه العلاقة ما دامت مع الأسف من بعد إعلان قمر الطائي عن خروجها رسميا من الفريق من بعد ما صارت عدة مشاكل بالفريق بهذيك الفترة، واللي شرحتها قمر باختلاف أفكار وفقط. ما طبعا لحد قبل شوي أنا قلت لكم أن أنا بعدني بالفريق، بس أنا هسه رح يعني أقول أن أنا طلعت من الفريق. سبب خروجي من الفريق أنه اختلاف رأيي، وأكو أنا صار عندي التزام. لا تواصل قمر مشوارها على يوتيوب لحالها، فحققت قمر نجاحات عديدة بهذا المشوار وأرقام عالية جدا، وأصبح اسمها شائع جدا بعالم اليوتيوب من بعد التعاونات الكثيرة اللي قامت بها مع العديد من اليوتيوبرز مثل غيث مروان وأنس وبيسان وآخرها الفنان السلاوي. فخلال كل هالفترة ما شفنا لقاء كل من قمر ونورمار ببعض إلا مرة واحدة بفيديو على يوتيوب بقناة نورمار، واللي نزل بعد فترة قصيرة من خروج قمر من الفريق، ومرة أخرى بحفلة السلاوي اللي أقامها بتركيا، واللي كانت من تقديم قمر الطائي آنذاك، حيث الحفلة صارت حديث الناس وسببت مشكلة كتير كبيرة بين السلاوي ونورمار بهذيك الفترة، والسبب كان ستوريات اللي شاركها نورمار واللي شافها البعض مستفزة، واللي من بينها تصريح أخ نور واللي كان كأنها حفلتك محفلة السلاوي، تعليقا على عدد الناس والجمهور اللي اختارت أخذ الصور مع نورمار وسط الحفلة، ليغادر نور الحفلة مبكرا. فمن هذيك الفترة ما رجعنا شفناهم اجتمعوا ببعض نهائيا، وحتى يمتنعوا عن ذكر أسماء بعض رغم أنهم كانوا كتير قراب من بعض، وحتى ساكنين بنفس البلد وبمناطق قريبة من بعض. فشاءت الأقدار وبعد فترة طويلة والتقى كل من نورمار وقمر الطائي ببعض على تيك توك وببث مباشر تابعوا آلاف المتابعين وبالصدفة، وبموقف أحرج الطرفين وخلاهم يعطوا ردات فعل مختلفة. فعلق الجمهور عن ردة فعل قمر واللي كانت مغادرتها البث وبسرعة، وضحكها لا إراديا بسبب الموقف اللي ما توقعته يصير أبدا. وحكى الجمهور أيضا عن ردة فعل نورمار واللي كانت قوية وانفعاله بعد هذا الموقف واتخاذه لقرار غلق اللايف. شو في شي زلت؟ نعم طح طح، انت ليش ضروري الله تسوي الحركات؟ ضروري تسوي الحركات؟ أحا سالي دزت لي جست. أوكي نسوي روحنا، شلونكم انتو زينين؟ حلو الكلام، ضروري تسوي الحركة. لما تطلعي مع حدا قولي لي انك تطلعي مع حدا. وين هي بعتت لك جست؟ هي بعتت لك جست معناتها شايف انك طلعانه معي وبعتت لك جست. ليش؟ اذا هي ما بدها تطلع اصلا. يا زلمه شو عندنا؟ خلص بسكر، لازمك شيء؟ وبعد ساعات من انتشار هذا البث وبشكل كتير كبير، ردت قمر الطائي عن الجمهور اللي انتقد ردت فعلها واللي كانت الضحك. اما نورمار فامتنع عن الحديث عن الموضوع وسكر سيرته نهائيا. صراحة والله وحوضح هيك بس شغلة بسيطة عن انه كعالم يعني حتى انه على ردة فعلي وانه انا ضحكت وما ادري شنو على اساس انه انا فرحانة. الضحكة مالتي كانت ضحكة انه مال واحد، انه انا احلام العصر اللي صار بحقيقة شغلة اللي صار احلام العصر. اوكي والضحكة مالتي مال واحد مصدوم يعني واستغربت من اللي صار وضحكت، لأن ما شفت توقع يصير شيء. فبس والله وأنا ما أحب شخص الأمور يعني، يعني شو تدري مثلا أقوم أبكي لو أقوم أعيط. فردة فعلي كانت أكثر من طبيعية، بس يعني أكو بعض العالم يحبون يسوون بهارات على السوالف ويسوون دراما. فشو رأيكم بالموقف اللي صار بين قمر ونورمار؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.